يسعدني ان يكون معايا خبير الابراج المتالق دائما علاء منصور، بقول لك منور الدنيا كلها. بنورك، ميرسي، كل سنه وانت طيب، يا رب دايما من تفوق لتفوق ونجاح لنجاح. يا رب. لو قسمنا كده الابراج لبلاك اند وايت من وحي البدله الشيك اللي انت لابسها والقميص، نقول الابراج الاكثر حظا ان شاء الله في 2020 هتكون ايه؟ انا هقول حاجه بسيطه لكل الابراج، الحظ هو النصيب من الرزق، والرزق ده حاجات كتير، الرزق ده دعاء، الرزق ده السعي، الرزق ده عوض الصابرين اذا صبروا. فانا اقول كل واحد اشتغل، كل واحد عمل اللي عليه، هو ده اللي هينجح وهو ده اللي ربنا هيوفقه. واحنا خدنا حديث واحنا صغيرين في المدرسه كان بيفرق ما بين التوكل والتواكل، فنتوكل على الله ونعمل اللي علينا، وساعتها اي برج هيبقى حظه كويس ان شاء الله. بس اكيد في عوامل كده مساعده من الابراج والفلك بتدعم حظوظ بعض الابراج، مش كده؟ بص، مفيش لا حاجه في القران ولا في الانجيل ولا في التوراه بتقول ان رزقنا قائم على الابراج. الابراج دي نقدر نقول انها سمه من سمات البشر، زي كده السمات الاجتماعيه وزي العمريه وزي الجنسيه، كل حاجه دي الابراج دي حاجه منها. فالابراج دي 40% من شخصياتنا، في حاجه اسمها ثقافه، حاجه اسمها تربيه، في حاجه اسمها ظروف عدت علينا، خبرات طبعا. ما الخبره دي هي المشاكل اللي عدت علينا في حياتنا، في اللي بيعرف يستفيد منها وفي اللي بيحبط. فانا بقول للناس تفائلوا ما تحبطوش، استفيدوا من كل مشكله حصلت لكم، حولوها لتجربه، والتجربه دي هتبقى خبره تضيف لكم في حياتكم. برج الاسد اخباره ايه في 2020؟ انا برج الاسد، وجمالك كمان على فكره، وجمالك يتحسد يا برج الاسد. عزه نفسك مش كماله عدد، الناس اللي عزت نفسها سابقه حياتها، لو حطينا روحهم في ايد وكرامتهم في ايد يقول لها موتنا وخلص وسيب لنا كرامتنا. توقعات بقى الفلك لو برج الاسد؟ انا ما اقدرش اقول توقعات الفلك، ان يعني دي حاجه في علم الغيب سبحانه وتعالى. كنت نفعت نفسي، انا سالف فلوس البنزين اللي جاي بيها على فكره. توفيق دايما، بشكرك وبتمنى لك كل الخير. ميرسي زوك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.